سبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، مات وهو بيشتغل. أثار خبر وفاة الفنان طارق عبد العزيز حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني وجمهور السوشيال ميديا، وكان سبب وفاة الفنان طارق عبد العزيز هو الإصابة بمشكلات في القلب أدت إلى تدهور حالته الصحية. الإصابة بأزمة قلبية حادة أدت للوفاة. عانى الفنان طارق عبد العزيز خلال السنوات الماضية من مشكلات في القلب أدت لخضوعه إلى عملية القسطرة، ولكنه تعافى منها وعاد إلى ممارسة عمله. وأثناء تصوير الفنان طارق عبد العزيز أحد الأعمال الفنية اليوم، فوجئ زملائه بتعرضه لأزمة قلبية حادة وتم نقله للمستشفى لإسعافه، ولكن كانت نهاية حياته اليوم. ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، نعرض لكم أهم أسباب أمراض القلب التي تسببت في وفاة الفنان طارق عبد العزيز. اتباع العادات والسلوكيات التي تضر القلب، مثل الاستسلام للحزن والسمنة والتدخين والجلوس ساعات طويلة وإهمال الرياضة. أيضا ارتفاع ضغط الدم. توفي الفنان طارق عبد العزيز منذ قليل، حيث يصادف اليوم 26 نوفمبر وهو نفس موعد وفاة الفنان الراحل عامر منيب. وجمع الثنائي فيلم كيمو أنتيمو ليرحل بالفعل عامر منيب كيمو وطارق عبد العزيز أنتيمو في نفس اليوم، وهي مصادفة غريبة. كان يرفض المشاركة بأفلام السبكي، لكنه شاركه في فيلم ساعة ونص لأن الفيلم كان يهتم بالفقراء وطرح مشكلة السكك الحديدية في مصر. ويعد طارق عبد العزيز هو الصديق الأقرب للفنان الراحل خالد صالح، كما تجمعه علاقة صداقة بعدد من النجوم منهم محمد هنيدي وخالد الصاوي. رافق طارق عبد العزيز صديقه خالد صالح أثناء علاجه في أسوان أكثر من 21 يوما، لكنه لم يفصح عن ذلك، وظهر خلال إحدى البرامج وهو يبكي بشدة على رحيل صديقه المقرب بكلمات مبكية نجوم الفن ينعون الفنان الراحل طارق عبد العزيز. نعى عدد كبير من نجوم الفن الفنان الكبير طارق عبد العزيز الذي توفي مساء اليوم عن عمر يناهز 55 عاما نتيجة أزمة قلبية مفاجئة. نعى عدد كبير من الفنانين الفنان طارق عبد العزيز عبر حساباتهم بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، منهم الفنان أحمد زاهر نعاه قائلا: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش مصدق والله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا صاحبي ويغفر لك ويجعل مسواك الجنة بإذن الله، يا أبو قلب أبيض يا أبو قلب أبيض، أرجو الدعاء للمغفور له بإذن الله وقراءة الفاتحة. كما نعاه الفنان حمادة هلال قائلا: الله يرحمك يا أحن شخص، الله يرحمك يا اللي بتحب الحق، الله يرحمك يا صاحبي، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء إلى أخي.